عام وانتم طيبين. ورمضان كريم. النهارده هنتكلم عن الجنجل وهنقول لك ازاي تاخد الجنكات بتاعتك للنكست ليفل. كتير لما بنلعب جنجل ونيجي نجنك ساعات بنلاقي الليلات بتاعتنا عامله بوش بطريقه غبيه جدا، وده بيخلينا ما نعرفش نجنكهم ولا نساعدهم، وفي نفس الوقت بيخليهم عرضه للجنكات، وفي الاخر الانمي جنجر بيطلع لهم وبيقتلهم وبيتفيد عليهم. تعال اقول لك بقى تحل الموضوع ده ازاي. واول حاجه هنتكلم عليها عشان تحل الموضوع ده هي حاجه اسمها اللين جانك، وهي ببساطه كده انت بتروح للليل معمول لها بوش وتستخبى جوه الزرع او البوش وتستنى اللحظه المناسبه اللي انت هتنط فيها على العدو. طبعا في الحاله دي انت بتركز على الاي دي سي وبتقتله، وبعد كده بتخش على السبوت لو هتعرف تجيبه. برضه لو كنت تلعب بالشامبيون في سرعه او في اختفاء انت ممكن تعمل الموضوع ده بسهوله، لان نونو بكامل سرعته محدش بيعرف يفلت من الكوره بتاعته، وفي نفس الوقت انت بتلعب بتواتش محدش بيشوفك وانت مختفي، لان اي بينك وارد بتكون محطوطه ناحيه الريفر، الناحيه اللي هم مفكرينك ان انت هتيجي منها. بص هنا رينجر بيسنيك ازاي جوه البوش وبيخشها قبل حتى ما المينيونز تشوفه، لان المينيونز معمول لها بوش، وينتقل من البوش الاولاني للتاني عشان ينقض على طول على فين الاي دي سي اللي بيلعب في التوب لين وياخدها وان شوت. بص بقى الجنكات بتبقى موجه نظر فين عامله ازاي، بيبقى قاعد في اللين عادي خالص مورد ومظبط نفسه، وفجاه بيلاقي الجنجلر بينط عليه من قلب البوش وبيضرب فيه وبيقتله كده، جنكاتك تكون غير متوقعه. تاني حاجة انت ممكن تعملها ان انت ممكن تعمل دايف للانمي تحت التور بتاعه، لازم المينيونز بتاعتك تكون تحت التورت بتاعه، يعني في الحالة دي انت بالبنجوريانا انت هتعمل دايف فاوريانا طبيعيا هتبوش الويف وتبتدي تجهز الدايف. وتخلي بالك من حاجتين، اول حاجة الموبيلتي اللي عند الانمي، يعني في الحالة دي انت قاري عندها الارم ممكن تهرب بيها، وتاني حاجة لازم تركز عليها هي السي سي بتاعت الانمي، انت مش عايز تخش تحت التور تلبس شرم تموت انت. وفي الحالة دي كيندرد هنا كان متفيد ودخل لوحده وعرف يعمل لها سولو دايف تحت التورت بتاعها وعرف يقتلها. واكتر حاجة لازم تركز فيها لو انت عندك سبلايه بتخليك تعمل ريست للتورت اجرو، يعني سكلايه تخلي التورت يغير الهدف بتاعه زي الار بتاعت كين مثلا. وعندك برضو اليس اللي ممكن تعمل دايف بمنتهى السهوله، ان هي بتخش تعمل دامج وتعمل تانك للتورت، يعني تاخد كام ضربه من التورت وبعد كده بتطلع في السقف توقع التورت اجرو وتخلي التورت يضرب اي شخص ثاني او مينيون، بعد كده تهرب بمنتهى السهوله. بص هنا التور ضعف ده هيتعمل ازاي دلوقتي. هنا عندك اورن وعندك كليد بياخدوا التور في التوب لين، هتيجي دلوقتي اري وهتحاول ان هي تحمي التور بتاعها. زي ما انت شايف اري دخلت على طول بالالتيميت وبالشارم وحاولت ان هي تقفشهم تحت التورت وتعمل عليهم دامج. على طول راح اورن دخل تحت التورت وعمل لها دايف وخد هو، يعني دلوقتي تورت بيضرب في اورن، اورن عشان هو معاه الاتش بي كتير هو اللي بيعمل دايف. وهتلاقيه بص هنا اري فضل لها خلاص ضربه، يعني خلاص ما مش محتاجه ان انت تخش تضرب فيها، فعلى طول اورن طلع بره رينج التورت عشان يوقع الاجرو. وبالفعل اورن طلع بره رينج التورت واري ماتت وكده رجعت له باسيف. وممكن تعمل دايف بكذا تشامبيون، لان الموضوع ده بيتلت الانمي جدا لما يموت الطار بتاعه، لانه بيخسر كميه مينيونز رهيبه وجولدو اكسبيرينس كبيره جدا. وتالت واهم حاجه في الفيديو ده عايزين نتكلم عليها هي الكاونتر جانك، ودي عشان تعملها لازم تعرف الجنجلر اللي قدامك هيجانك فين بالظبط، وعشان تعرف هو هيعمل ايه لازم تعرف هو فين، لان على حسب المكان اللي هو فيه هتعرف تتنبأ اختيارات المتاحه قدامه. فلازم تعرف الجنجلر اللي قدامك مبتدي فين، هل هو مبتدي ريد باف ولا بلو باف. وهتعرف الموضوع ده ازاي، انت هتشوف هل التوب ولا البوت اللي وصل الليل متاخر، لانه اكيد هيبقى بيساعد الجنجلر. وتبتدي كده بخبرتك في اللعبه تتوقع الباثنج بتاع الانمي جانجلر، يعني هل هو هياخد باف باف جروم وبعد كده جانك، ولا هيعمل فول كلير، ولا هيعمل الكلير بتاعه هيبقى شكله عامل ازاي. وتفضل مركز ومتوقع مكانه في اللعبه عامل ازاي، يعني انت لو خدت مثلا البلو وبعد كده خدت جروم وخدت الولف، يعني انت خدت 3 كامبات، هو تقريبا هيبقى واخد 3 كامبات بالظبط. وفي الحاله دي هنا الجانجلر اللي قدامك ابتدى بالريد باف، يعني هياخد الريد باف وياخد الرابتور، وممكن يكون دخل خد الولفز، يعني هو دلوقتي مكانه ممكن يكون في الولفز. مع توقعك برضو ان الجنجلر اللي قدامك ممكن الكلير سبيد بتاعه يكون اسرع او ابطا منك، لان في تشامبيونز بتكلير زي الصاروخ، يعني انت لو كنت خدت 3 كامبات ممكن اللي قدامك يكون مش واخد 3 زيك، ممكن يكون واخد 4. ففي الجيم ده جراجاس بيلعب قدام اليس وعارف ان هي خلصت كلير ناحيه البوت لين، فكان من المتوقع ان هي تجانك البوت لين، فلما شاف اليستر دخل عمل انجيج على التيم بتاعه على طول، ساب اللي في ايده وطلع يجري عشان يلحق التيم بتاعه. وبالفعل عرف يوصل للتيم بتاعه قبل ما اليس تخلص عقله، والاي فلاش عرف ان هو يضرب في اليس وبالكيو بتاعته وقعد يضرب اوتو اتاك عشان معاه ريد باف ويعمل ستون للانمي، وتحولت ل 3 فيرسس 3. وبسبب رد فعل جراجاس السريع اذن الف ياخد دبل كيلو ويبقى متفيد. وفي جيم تاني زي ما انت شايف قدامك ده اللي كان متوقع ان اليس هتعمل جنكاية في التوب لين، وعرفت ان هي تروح في الوقت المناسب وتلحق على التوب ليدر بتاعها قبل ما يموت، وعرفت اللي بتكفى لصالح التيم بتاعها. وهنا موردكاي صار بقى انستوببل وعرف ان هو يجيب الكلايتين بمنتهى السهوله. اللي عايز اوصله لك ان انت لو ما عرفتش تساعد التيم بتاعك ان انت تعمل لهم جنكات عشان هم عاملين بوش للناس بتاعتهم، انت ممكن تحميهم بان انت تعمل لهم كاونتر جانك، وان انت تبقى على طول متواجد وقاري الماب كويس وعارف تحركات الجنجلر اللي قدامك وتعرف تتوقع هو رايح فين بالظبط. ابقى اكتب لي تحت في الكومنتات انت عايز تشرحها تاني عن ايه، خش معانا جروب الديسكورد. شكرا جدا على مشاهدتكم الفيديو، مع السلامه.